سمعت ولا ما سمعت عن فوز الهلال على أبها بسباعية نظيفة؟ إذا إنك ما سمعت اسمع 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 اسمع. لأول مرة في تاريخ الزعيم يفوز 19 مباراة على التوالي في 3 بطولات مختلفة، وأيضا لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي فريق يوصل للنقطة رقم 50 عن طريق 18 مباراة فقط. يا رباه يا نادي الهلال، يا الله يا نادي الهلال، قدم كل ما يمكن تقديمه في عالم كرة القدم. فريق مذهل، فريق رائع، الزعيم اسم على مسمى. لكن قبل ما نتكلم عن تفاصيل المباراة وشغلات ما شفتوها أيضا أثناء المباراة، خلينا نشوف جمهور الهلال الرهيب في مباراة أبها. الله يعطيكم الصحة والعافية، هذا هو الجمهور الصح، ولا غلطة إطلاقا، لا من التيفو لا من الحضور لا من التشجيع، في عز البرد حاضرين ويشجعون فريقهم. والله يلوم اللي يلومهم، هذا الهلال يا حبيبي، هذا الهلال، هذا الزعيم اللي قدم كل ما يمكن تقديمه في عالم كرة القدم. فعلا جمهور لهم الحب، لهم التقدير، لهم الاحترام، الله يعطيهم الصحة والعافية، كانوا رائعين وأكثر من رائعين. ولما بنبدأ نتكلم عن المباراة من وين نتكلم ومن وين ما نتكلم؟ تكلمنا عن جمهور الهلال، لكن في لقطة البلنتي لسالم الدوسري كثيرين تكلموا عنها وقالوا مش بلنتي، والبعض الآخر قالوا لا بلنتي واضح وضوح الشمس. لكن حساب جماهير نادي النصر غرد قائلا: الطيحة عليك والبلنتي علينا، مهازل التحكيم تتواصل، ومرفقين هذا الفيديو اللي أمامكم على الشاشة. فهل تتفق معهم عزيزي المشاهد في اللي كاتبينه، ولا ما تتفق معهم؟ اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو. أيضا على طاري البلنتيات، من جهة أخرى يقال أن هناك بلنتي ما انحسب لأبها، تشوفون اللقطة أمامكم على الشاشة، وأيضا بلغوني إذا أنكم تشوفونها بلنتي أو مش بلنتي. لكن في كل الأحوال سواء بلنتي سالم انحسب أو ما انحسب، وهذا البلنتي انحسب أو ما انحسب، فالنتيجة 7-0 في كل الأحوال. شو اللي بيفرق، بتكون 7-1 ولا بتكون 6-0؟ نفسها هيها في النهاية. الزعيم يأكل الخضر واليابس وما يعطي مجال لأي من يقف أمامها. أيضا في تغريدة للعتيبي ومرفق معها فيديو اشتباك لكويليبالي مع البليهي، ويغرد كاتب: بيئة غير صحية بين لعيبة الهلال، قبلها سالم اشتبك مع نيفيز والحين كويليبالي يشتبك مع البليهي. فهل هذا انت تشوف عزيزي المشاهد اشتباك صريح بين اللاعبين، ولا مجرد تفاهم، ولا لحظة نرفزة؟ اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو. لكن المباراة بصوب، واللعيبة في أرضية الملعب بصوب، والجمهور بصوب، وميشيل يرقص أثناء المباراة بصوب ثاني. ميشيل لاعب رائع، ميشيل لاعب رهيب، ميشيل لمساته دائما مختلفة. لكن صار لهم فترة الصراحة الجماهير يتكلمون عن احتمالية خروجه من نادي الهلال. فهل أنت عزيزي المشاهد مع أن ميشيل يتم في نادي الهلال، ولا مع التغيير ومع قدوم لاعب آخر؟ لكن في كل الأحوال ميشيل مذهل بما تحمله الكلمة من معنى. متروفيتش يا حبيبي متروفيتش، وما أدراك ما متروفيتش، هداف الدوري برصيد 16 نقطة، مع أنه ما لعب الجولة الأولى ولا الجولة الثانية، بدأ من الجولة الثالثة، أنت متخيل؟ وخذ هداف الدوري ب 16 نقطة يا حبايبنا الغالين. فعلا الهلال مختلف، جماهير الهلال الرهيبة بمعنى الكلمة مختلفين. لكن خل نسمع مع بعض ماذا قال هذا المشجع بعد نهاية المباراة، وهل أنت معه ولا مش معه؟ اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو، ولا تنساني من اللايك والفولو. لا قليل أدب، لا قليل أدب مرة، لا والله مرة قل، والله قليل أدب، والله العظيم اني مصور في الاصفر، مصور اني تعبان وصدري يعورني اليوم، ماني طالع مكان، ويكند بنام، اخذ لفه في الجوال لقاكم فايزين 7 ليه يا اخي؟ يا اخي ما نبغاكم، والله العظيم اني ما امزح، احنا ما نبغاكم معانا يا اخي. تجلس تجلس ما عاد ما يبغاك، ما نبغاك معنا. روح هناك اللي فتحوا جديد هذا السوبر ليج، ما ادري السوبر ليج، روح هناك تكي معهم في السوبر حقهم، روح قضي من هناك واجلس هناك، ليه جاي عندنا يا اخي؟ مو معقوله دوري يبدا وينتهي في نفس اللحظه، ايش اللي بعد 18 مباراه انتهى الدوري؟ خلاص انت اخذت الدوري، وين الفله بالماضي؟ يلا مبروك. طيب ايش استفدت العين؟ خربت الدوري، خربت ناس مشتركين اشتراكات، دافعين فلوس اشتراكات عشان يشوفون صوره واضحه، وانت فايز 7؟ والله احس من اليوم يلا بيمسجل هدف اليوم، يلا حق ربك اقل سافيتش، يلا انزل سجل 4 اهداف، يا ما هي فله هي. طيب اقل شيء راعي مشاعر الاتحاديه، تونا طالعين كاس العالم انديه، يعني احنا متوقعين انه يتعثر الهلال واحنا يمكن نطارد، ما احترمته احد، رحته طرته، وين بتروح 50 نقطه في 18 مباراه؟ وين بتروح 50 ريال ما عندنا الحين، انت عندك 50 نقطه؟ اقسم بالله ما انتم محترمين، قليل ادب،
مساكين ابها ترى الجو بردانين بيرجعون يا شيخ حر فيهم حر لين بعد الشتاء الجاي. ساعتهم سبعة ما عاد يبغون الدوري يبغون ينزلون يلو ما عاد يبغون الدوري ممتاز. يا اخي يا خلاص الدقيقة 70 يلعبون خمسة لعيبة بس ولا يلعب الحارس لحاله ما يلعبون الفريق كامل. فريق قوي زيادة على اللزوم قوي معضل 30 مرة ما ينفع ما ينفع. لا يا ابوي ما نبغاك معنا من جد شوفوا لكم حل ما نبغاكم معنا شوفوا لكم حل.